انا من الناس ديال المقدونيه، انا عندي هاد الناس كاريه معاهم 12 عام ياك، سالت العقده وقلت لهم راني مانج وعالماهم، عندي انني عالماهم، الناس عارفين راسهم راه في صفهم القانون ديال الداخليه اولا ديال العماله كيف ما كيقولوا هما، تيقول لك سير القانون تجهل القانون، يعني ما باغينش يعطونا بهذا المفهوم، ما باغينش يعطونا ديالنا. حنا درنا معاهم دايرين 6 سنين سالت الكونترا، خصها ترجع الماليه المقدونيه الماليه، علاش كيكملوا كي علاش القانون تيعطيهم هما الحق وحنا لا، مع العلم ديالنا حنا هذا الشيء، حنا عاطينا سيدنا الله ينصرو، علاش كيحيدوا لنا همايا؟ باش من حق، باش من حق، حنا المقدونيه ديالنا عندنا فيها محمد ابن الحسن، عندي لاسينياتور راه مجبده، يعني من يدو ليدي، علاش هما هاد الناس تيجيو يتدخلوا في حاجه اللي ماشي ديالهم؟ كاينين دايرين القانون كيفصل بيناتنا، مرحبا، كقانون كمسؤولين كبيرو ديال الاداره ديال المقدونيه، اه مرحبا على راسنا وعيننا، خطأت انا مشيت حيد، واش انا هاد 12 عام عمرني مشيت لهم حيدت عليهم؟ واش انا وقفت عليهم قبل الوقت؟ ما عمرني وقفت، ولكن منين سالت؟ ملي سالت العقد بيني وبينهم وقفت عليهم، قلت لهم راه بغيت ديالي، قالوا لي لا، غتمشي تتجه، قلت لهم اشنو الحل؟ قال لك القضاء، هانا اتجهت للقضاء، ها القضاء كيحكم بصالحنا وكيحكم بصاحب الجلاله، كيجي قضاء حكم قضائي باسم صاحب الجلاله وما كيطبقش، علاش ما كيطبقش؟ ملي كيولي الاحكام ديال صاحب الجلاله ما كتطبقش، فين حنا غادي نمشيو؟ حنا عندنا الله وصاحب الجلاله هو اللي عندنا، كنوجهوا نداء لسيدنا، لان عطى ولادو باش يعيشوا، وهاد واليوم هاد الناس كيحيدوا لهم العيشه ديالهم، علاش كيقطعوا لنا العيشه ديالنا؟ كاين نقابه، كاينين الناس عندهم 70000 غريمه، كاينين وشكون هما اللي مالين هاد اللوبيات؟ هما النقابه ديال الطاكسيات والنقابه ديال هذا، علاش كيخلعوهم هما كيوقفوا لهم جوج طاكسيات في الشارع؟ كيتخلعوا منهم كيرجعونا حنا، وحنا حيت حنا ما كنبانوش غير كيوقفوا، واحد عنده 20 غريمه كيجي يوقف لهم طاكسي مخرشش، كيوقفوا في الشارع كيحبس لهم الشارع، كينوضوا كيقول لهم صافي غنحلوا معكم المشكل، صافي هما حلوا معاهم هما المشاكل وخلونا حنايا، حيدوا لنا ديالنا وخلوهم هما، باش من حق الوالي والعظمى ما كيستقبلوناش دائما، هذا هو الحال هكا، هنا كتجي بالاحكام ديالك بكل شيء بوراقك بالمسائل ديالك، كتجي هنا كتضل عندك ساعه ولا ساعتين كيبقاو واقفين عليك، كتبقى لا 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 كتسالي ساعتك كيدفعوك كيسوقوك كتمشي فحالك لدارك صافي، باش كيعيطوا لك ولا كيقولوا لك اجي غنحلوا معاك المشكل ولا اشنو عندكم ولا، ما كاينش اللي كيعيط لنا، عندهم التليفونات عندهم كل شيء، ما كاينش اللي كيعيط، ما كاينش اللي كيسول، علاش كيعيطوا لك يقول لك اجي جدد صحه، حنا بغينا نعرفوا واش هنا كاينه العماله ولا بيرو ديال لانابيك، حيت لانابيك اللي كنعرفوا كتعيط الناس تخدمهم، كتعيط الناس عندها البروسونتاج ديالها، هاد اللي كنعرف انا، كنعرف لانابيك عندها الا وظفت واحد الشخص كاين عندها نصيب، هنا اش عندهم هما من نصيب؟ ما فهمناش، هذا هو النصيب اللي بغينا نعرفوا اشنا هو، كنطالبوا باسترجاع المقدونيه، كنطالبوا بهم يسمعونا، لان عندنا مسؤوليه، حيت هاد المقدونيه هاد الثمن باش كارينو ليهم ما بقاش قادنا، راه البارح ماشي هو اليوم، ولكن راه 12 عام، راه 12 عام وما كارين، واش هاد الناس 12 عام باقي ما استافدوش؟ باقي ما شبعوش؟ الله يجعل البركة، راه كلاو حقهم يطموا عقلهم، راه حنا عندنا مسؤولية، عندنا وليداتنا، عندنا ديورنا، راه هازين كريدي، هازين ديور بالكريدي، راه هازين وعايشين الحمد لله إلا خلونا نعيشوا، إلا عطونا رزقنا وخلونا نعيشوا، راه حنا عايشين. مي لا الا غيبقاو مشردين هكا الله اعلم، ما عرفناش فين غنوصلوا معاهم، وهذا هو الكلمه ديالي الاخرى، الطلب ديالي كنعاود كنوجه النداء لسيدنا الله ينصرو، صوتنا يوصل للراي العام ولسيدنا ولكل اللي عنده اذان صاغيه يسمع هذا الصوت ديالنا ويحقوا لنا المطالب ديالنا، راه ما باغيين منهم حتى شي حاجه، راه حنا مساعينهم جايين على ديالنا شي حاجه عطاها لنا سيدنا راه هي اللي جايين عندنا عليها، باش كيجيو الناس ديال اللي كارين من عندنا وعايشين معنا وفي نفس الوقت نادو تيعيرونا، تيقول لنا المعاقين، هاد المعاقين واش باغينا نبيعو ولادنا؟ علاش غتبيع ولدك وانت عايش معايا؟ وانت هذاك الولد كل ما كنا حنا من بعد الله
الله سبحانه وتعالى كل ما كنا حنا ما غيكونش هو ما غيخدمش ما غي... هذاك الولد اللي باغي يبيعو على قبلي ما عندوش باش غياكل، راه ما كيدور الكونتاك في الطوموبيل ما كيدورو حتى كيفطر هو الاول، القهوه ديالو هي الاخرى حتى كياخذها من داك الكونتاك قبل ما يطلع الطوموبيل كيدور الكونتاك كيمشي يفطر هو الاول. راه عايش منها، راه هاد المعدنيه راه هاد المعدنيه راه عايشين منها عائلات، لكن علاش غيحرمونا حنا منها؟